إذا بالنسبة للكلوز لوب بلوك دايجرام بدينا نطلع عليه المرة الماضية، رح نطلع اليوم على الكنترولر ديجيتال كنترولر. رح أفترض الآن إنه عندي ديجيتال كنترولر، الديجيتال كنترولر رح أعطيها رامز ستار لأني بعتبر إنه الديجيتال كنترولر أصلاً هي ديسكريت. قبل البلانت رح أحط ديجيتال تو أنالوج كونفرتر DAC. بعدين مباشرة رح ندخل هون على البلانت ورح اسمي البلانت جي سب في اوم اس اللي هي ترانسفير فانكشن في الاس دومين تبعت البلانت. بعدين رح ناخذ الاوتبوت من هون، رح اضيف انا فانتوم سامبلر، فانتوم سامبلر متذكرين وين دي؟ هون هذه واي ستار اوم اس وهذه واي اوم اس. في عندي السنسر، ما فيش سامبلينج على السنسر، السنسر انالوج او ترانزيت ممكن تكون طبعا، بس بالحاله هاي السنسر انالوج راح نسميها اتش او اس، راح احولها بعدين احولها لواحد اذا كان ما فيش لها سيستم داينامكس. عندي بعدين هون في عندي هون سامبلر او فيش مش سامبلر عفوا، اللي هون اي تو دي كونفرتر. عندي نيجاتيف فيدباك وعندي هون اكس اوف اس، بدك تحطها اكس اوف تي وتحطها اكس اوف تي، وهذه هون واي اوف تي واي ستار اوف تي اي اي اوف تي واي اوف اس. اوكي ايش عندنا هون؟ إذا عندي هاي البلانت اللي بتحكم فيها، هاي السنسر أو الترانسديوسر وإلها سيستم داينامكس. إحنا هون مفترضين الحالة العامة إنه إلها سيستم داينامكس، إنها مش كونستانت، مش كي، مش واحد، إلها ممكن تكون فيرست أوردر سكند أوردر سيستم. وإذا كان السنسر إلها سيستم داينامكس راح تأثر على السيستم داينامكس تبعت السيستم كله، راح تنضاف البولز على فكرة، البولز والزيروز تبعت السنسر راح تنضاف للبلانت وتصير هذا جي بي اتش اوف اس. الكنترولر نفسها عندي ديسكريت، فراح يتحول السيستم كله لديسكريت. حتى اقدر اتعامل مع الكنترولر قبل ما ادخلها زي ما انتم بتعرفوا مثلا البيك في داخلها اي تو دي كونفرتر، وممكن انا كمان اعمل عفوا اي تو دي كونفرتر انا ديجيتال كونفرتر، وممكن بعدين انا على الاوتبوت مش راح اقدر احط بلسز. تتذكرين الامبلسز اللي طلعت عندي؟ ما بدي اودي الامبلسز هاي على البلانت، بدي احول هون ل دي اي سي. فالديجيتال تو انالوج كونفرتر كانها ايش؟ زيرو اوردر فولت. زيرو اوردر فولت، اشكر. والاي تو دي كونفرتر كانها سامبلينج. هلا بدي اتذكر انه في لها تي اس، وتي اس هاي مرتبطه طبعا بالسيستم، بتاثر على الستابيليتي، بدها تكون مناسبه للسيستم. اختيار اس رح نحكي عنه بتفصيل اكثر بعدين. هذه اول مره الان بالكورس هذا ايش بنشوف؟ بنشوف السيستم كله ككل مع الكنترولر، وهاي الكنترولر عندي هون ممكن تكون، ما بعرف اذا ممكن تكون بي ال سي، ممكن تكون بي ال سي، ما بعرف اذا كانها مناسبه، مايكرو كنترولر بيك، مايكرو بروسيسور. هذه هون السنسر ترانسديوسر هي انالوج او كونتينيوس مش ديسكريت. فهي اتصال هون سيستم كامل، وانا اصلا يعني الا في حالات قليله بكون هاي طبيعتها اصلا هي ديسكريت، هي في غالب الاحيان راح تكون هذه هون كونتينيوس، هذا السيستم كله عندي هون ديسكريت. اذا بامكاني الان اطلع على هذا السيستم احوله بالشكل التالي، راح احط محل هذه هون زيرو اوردر هولد، وراح ادمج الزيرو اوردر هولد من هون مع البلانت. فخلينا نشوف شو بصير عندي هلا شكل السيستم الجديد. راح اخذ الان هاي مع هاي وراح اسميهم جي اوف اس، لانه ما في بينهم سامبلرز متذكرين. شو مضطر اني اعمل؟ جي اوف اس شو راح تساوي؟ راح تساوي زيرو اوردر هولد اوف اس، اذا بدي اسميها بهذا الشكل المطلوبه في جي بي اوف اس. اذا عندي جي اوف اس بتساوي زيرو اوردر هولد اوف اس مضروبه في جي بي اوف اس، ولذلك جي اوف زد وتساوي، اذا بدنا هون اول شيء نكمل زي او اتش جي بي اوف اس،
تساوي g of s. إذا g of z بتساوي بدي اطلع اخذ اللابلاس ترانسفورم تبع، فهي بتصير عندي z او h g p of z ولا تساوي ايش؟ لا تساوي z او h of z مضروبة في g p of z. ماشي واضحة هاي النقطة؟ حكينا فيها أكثر مرة. ما عندي سامبلر ما بين هدول الاثنين، ولذلك أنا مضطر إني أحول هاي للاس دومين بعدين آخذ الـ z ترانسفورم تبعها. يعني هذه تساوي من هون z of z o h of s مضروبة في g p of s، ولا تساوي الـ z ترانسفورم تبع z o h مضروبة في الـ z ترانسفورم تبع g p of s، وهذا يساوي g of z. هلا إذا بتتذكروا كمان عندي هون هاي حولناها هون لسامبلر، فصار عندي هلا هذه أصلا هي ديسكريت d of s. فإذا إذا بتطلع هلا نحول رح آخذ هون e of s، خلينا ناخذ e of s هون، وهذه سامبلر. إيش رح تصير هذه هون؟ e star of s، لأنه هذه سامبلر من هون، فصارت هذه e of s. صار عندي الآن e of s من هون e of s شو بتساوي؟ بتساوي x of s minus y of s مضروبة في h of s. x of s minus x of s minus y of s h of s. وكان الآن هون هلا عندي y of s بدها تساوي هلا في عندي هذه البلانت اللي موجودة هون، دي بتساوي z و h of s مضروبة في g g of s، وسميناها احنا اصلا هذه g of s كلها سميناها g of s اللي هي لهذه كلها هون مضروبة في star of s. بقدر اعوض الان هاي مضبوط هيك g of s d of s مضروبة في e star of s مضبوط. هلا هاي بنعوض هذه هون، بتصير عندي الان e of s بتساوي x of s minus h of s مضروبة في e star of s مضروبة في g of s مضروبة في d s star of s. ناخذ e of s star تساوي x of s star minus عندي h of s و g of s لازم ادمجهم مضبوط، فبتصير عندي هذه هون g h of s star d of s star اي اس ستار بدي اخذها على الجهه الثانيه عشان يصير عندي اي او اس كله على جهه واحده، بصير عندي اي ستار او اس 1 زائد دي ستار عندي دي ستار او اس وجي اتش او اس ستار تساوي اكس ستار او اس. صارت عندي هلا اي ستار او اس تساوي اكس ستار او اس مقسومه على 1 زائد d star of s g h star of s. شو العلاقة ما بين e of s y of s بتساوي e of s مضروبة في g of s d of s؟ إذا بتصير عندي من هون y star of s تساوي e star of s مضروبة في g star of s مضروبة في d star of s. محل e star of s بقدر احط هدول، فبضرب هدول الاثنين في بعض، فبتصير عندي y star of s بتساوي x star of s 1 زائد d star of s g h star of s، وفوق عندي d star of s g star of s. اذا الترانسفير فانكشن شو بتساوي؟ بحطها هون بتصير عندي y star of s على x star of s تساوي d star of s g star of s على 1 زائد d star of s g h star of s. ناخذ ال z transform بصير عندي y of z
على x و z تساوي d of z g of z على 1 زائد d of z g h of z. و g h of z هي عبارة عن ال z transform ل g of s مضروبة في h of s، لكن g أصلا هي gp في 0.